أبو محمد من السعودية يقول أنه قدم على قرض حسن من البنك أو من الصندوق الزراعي وطلبوا منه رسوم إدارية مبلغ مالي، يقول هل هذا يعد من الربا؟ مجمع الفقه الإسلامي تناول شبه هذه المسألة في الرسوم التي تفرضها البنوك عند طلب التمويل لشراء منتج من المنتجات أو سلعة من السلع، وتوصل مجمع الفقه الإسلامي إلى أن هذه الرسوم الإدارية إذا كانت في المقدار العادي التي تتكبدها الجهة من أجل هذا التمويل فإنه لا حرج فيها وليس على وجه التكسب، وإنما تقدر المصاريف والجهد والعمل الذي تتكبده الجهة لأجل هذا التمويل حتى يحمل على سواء الممول أو المقترض على سبيل المثال. وهذا أيضا له نظائر في الفقه الإسلامي. لو أن إنسانا قلت له أقرضني 100,000 وكان في بلد آخر، يعني نحن في الرياض، قال لصاحبه وهو في مكة فلان أنا أحتاج 100,000 ريال، فقال أبشر أنا أتيك بها. فلما أتاه قال هذه 100,000 وهذه فاتورة التذكرة والسيارة التي أوصلتني من المطار إليك ومن بيتي إلى المطار، وإن كان ما قابل في نفس اليوم واحتاج إلى طعام أو سكن قال هذه فواتير التي تكبدتها لأجل أن أوصل إليك هذا القرض. فالعلماء على أن هذا لا حرج فيه، ليس هذا من القرض الذي جرى نفعا، بل هذا على قول الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل، فما تحمله أيضا هو مقرض لك، لكن ما يتكبده في سبيل هذا القرض فهو عليك إذا تحملته. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم.